تعالوا بقى نتكلم عن بتاريخ النهارده، يعني يوم 9 ديسمبر، ولكن في العام 1962. هذا اليوم شهد مولد ايمن شوقي نجم النادي الاهلي في منتصف الثمانينات واوائل التسعينيات من القرن الماضي، واللي انتقل للنادي الاهلي قادما من نادي كروم السكندري صيف 1984. وطبعا نادي كروم كان من الفرق القويه في ذلك الوقت، ولعب للنادي الاهلي لمده 10 مواسم احرز فيها 59 هدف. بطبيعة الحال كابتن أيمن ساهم في فوز الأهلي ب 14 بطولة، منها 5 للدوري العام و5 لكأس مصر، إلى جانب طبعا دوري أبطال إفريقيا سنة 1987 و3 بطولات لأبطال الكؤوس والكأس الأفرو أسيوية. اولا طبعا كل سنه وحضرتك طيب كابتن ايمن، من الشخصيات الجميله جدا وزميل معانا في القناه استوديو التحليلي، بجد شخصيه يمكن قابلته مرتين او ثلاثه، ما اعرفش كريم انت قابلته قبل كده؟ احنا تقابلنا قبل كده مره كمان في الاجتماع. جميل جدا ولاعب ليه اسم كبير، يعني بنتكلم ان هو جه الاهلي تقريبا من 94 من 84 ل 94، 10 سنين في النادي الاهلي، كان جاي من نادي الكروم، بس يعني 10 سنين دول عمل فيهم كتير قوي. فكابتن ايمن شوقي كمان هو احد 3 لاعبين في تاريخ الاهلي اللي احرزوا هدفين في مباراه واحده بالدوري والكاس، ده كان بمرمى الزمالك مع كابتن طبعا صالح سليم وكابتن عماد متعب. كابتن ايمن شوقي كمان زي ما قلنا تاريخ كبير جدا، فخورين انه من اسره قناه الاهلي حاليا. خلينا نروح نتابع منه تقرير صغير كده وهنرجع نكمل. كابتن أيمن شوقي لاعب عظيم، قدم كتير للنادي الأهلي والمنتخب مصر، والأهلي نادينا الحبيب، قناص الفرص. خد أيمن شوقي لما كان هداف الدوري العام لما كان بيلعب في الكروم سنة 84، وقدم كتير جدا. كابتن أيمن شوقي النادي الأهلي جاب لنا بطولة الدوري سنة 6 موسم 86-87 من الزمالك، وجاب الجون الثاني في توقيت قاتل. أيمن شوقي لاعب عظيم. أولا كل سنة هو طيب، وهو كان الحمد لله على السلامة طبعا من السفر، وأثبت جدارة في القناة اللي هو قناة الأهلي متحدث بارع كويس، وطبعا هو كان رأس حربة وهداف كويس جدا، وكان بيمتعنا ويفرحنا كأهلوية كجمهور وكأعضاء على مستوى الأهلوية كلهم. أنا بقول له كل سنة وأنت طيب مرة تانية، عقبال 100 سنة أنت والأسرة الكريمة بخير. طبعا غني على التعريف الكابتن أيمن شوقي، ده راجل محترم جدا وأخلاقيات عالية، وربنا يخليه يديله الصحة لأولاده. أيمن شوقي من الشخصيات أو من اللعيبة، وكنا بنلعب الترسانة مرة وحط هدفين من أجمل ما يكون في الاستاد وكسبنا الترسانة 5. أيمن شوقي أنت بتتكلم عن حدوتة، يعني لعيب مجيد، لعيب جامد، لعيب مخلص في الملعب، وكان مستواه شبه ثابت. يعني افتكر له هدف كان جابه اعتقد في الزمالك، كان 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 مميز قوي، وهو الحقيقه لاعب كبير. وطاهر وبيشوط كوره حلوه وضاع جول. طبعا ايمن شوقي كان لاعب كبير ومن الهدافين الكبار، واقدر اقول له كل سنه طيب يا ايمن، انت شرفت النادي الاهلي سنين طويله، واحنا دلوقتي بنقول لك كل سنه وانت طيب. طبعا كابتن ايمن شوقي ده القناص، هدفه في نادي الزمالك 92 كاس مصر في اخر دقيقه، فلا هداف طبعا طبعا، هداف هداف قدير زيه زي كابتن محمد رمضان، كابتن حسام حسن. كابتن ايمن شوقي لعيب متميز، تاريخ طويل، قدم كرة متميزة، لعيب ليه بصمة. أيمن شوقي كان مهاجم قوي وشرس وله بصمات في النادي الأهلي، وأقول له كل سنة وأنت طيب. بص كابتن أيمن شوقي دايما بيمتاز بأنه لعيب ما تعرفش هو هيعمل إيه بالكورة، يعني لعيب داخل الصندوق أو داخل ال 18 ما تعرفش هو هيعمل إيه في الكورة، دايما بيعمل حاجة اللي مش متوقعة. وبرغم ان الكابتن ايمن شوقي مش طويل، بس كان بيلعب براسه حلو قوي. طب
طب احنا نعدي اليوم كده عادي؟ لا مش تقرير وخلاص، لازم يبقى معانا كابتن ايمن شوقي نجم الاهلي السابق معانا على التليفون. يا كابتن صباح الخير وكل سنه وحضرتك بخير دايما. صباح الفل يا هوان، صباح الفل يا كريم، وكل عام وانتم جميعا بخير يا رب دايما ان شاء الله. يا رب سنه تبقى سعيده وكلها نجاحات، وحضرتك حققت نجاحات كتيره جدا مع الاهلي، يعني يمكن حصلت مع الاهلي لحسب معلوماتي على 19 بطوله، حققت تقريبا او احرزت 57 هدف او اكتر، فيعني تاريخ كبير واسم كبير، 10 سنين برضو مع النادي الاهلي يا كابتن ايمن، حاجه كانت محترمه. الله يخليك، الله يخليك، شكرا على التقرير دوت، بس هم 11 سنه مش 10 سنين. انا هوا طيب ماشي. من 84 ل 95. صباح الفل على حضرتك وكل سنه وانت طيب. وبما ان حضرتك واحد من الناس اللي يعني اسعدت ملايين من عشاق النادي الاهلي على مدار عشرات السنوات، فعايز اقول لك ربنا يسعد لك ايامك ويفرح قلبك دايما. ربنا يخليك يا حبيبي، ودايما النادي الاهلي هو اللي مفرحنا وجمعنا كده على الحاجات الحلوه والليالي الحلوه والافراح زي الايام ديت. يا رب ربنا يديم عليك محبه الناس، واكيد حضرتك تابعت معانا التقرير اللي فات وسمعت كده ما تيسر من رؤيه الناس لحضرتك ومشاعرهم ناحيتك ولتاريخك والاسهاماتك مع النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه يا رب. وانت بالصحه والسلامه حبيبي، وانا بشكركم جدا على اللفته الجميله ديت وعلى التقرير الحلو ده. بتتابعنا يا كابتن ايمن ولا لا في 10 الصبح في الاهلي؟ على طول والله، والله بتابعكم على طول. انا عارفه البرنامج بتاع حضرتك بيبقى متاخر شويه، فيمكن الصبح بيبقى صعب شويه. لا بس انا بصحى بدري والله، انا بصحى بدري جدا، مهما نمت متاخر بس بصحى بدري وبتابعكم على طول والله. شرف لينا جدا، شرف لينا يا كابتن ايمن، هنشوف حضرتك ان شاء الله قريب في القناه. كل سنه وحضرتك رب العالمين، ودايما موفقين يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. طيب.